سهل جينواز. هذه اسهل جينواز ممكن توجدوا، سهل منها ما غاديش تلقاوها. غادي نعطيكم جميع الاسرار باش تخدموا بها الحلويات ديالكم. اول حاجه، وفي اناء اللي يكون ناشف من الماء غادي نوضع 5 ديال البيضات صغار اولا 4 كبار، ساشي ديال الفاني، وكاس ونص ديال السكر اولا 150 غرام. نطرب هاد البيض والسكر ضروري واحد 10 ديال الدقائق، ضروري من الطرب الكهربائي حتى كيوليو بهذا القوام، كيضاعف الحجم ديالو كيولي الخليط بيض وشويه عاقد فين كنهزوه. غادي نخليوه على الجانب، وغادي ناخذ فواحد الاناء اخر 200 غرام ديال الدقيق اولا 2 ديال الكيسان مع ساشي اولا كيس ديال خميره الحلويات من فئه 7 غرام. نخلطوهم مزيان بجوج، عاد نضيفهم على الخليط ديالنا السابق، ونخلط كيف ما كتشوفوا في الفيديو غير من الفوق لتحت وبشويه باش هكا الخليط ديال البيض والسكر اللي طربنا ما كيطيحش. على هذا القوام كيف ما كتشوفوا في الفيديو غادي ناخذ اي مول عندكم دائري ديال الجينواز، رشيته بالزيت وغبرته بالدقيق ودرت لي هذا الورق ديال الفرن، ونوضع العجينه ديالي وندخلوها للفران الوسط غير من التحت فقط واحد 30 دقيقه على 180 درجه، كتنفخ مزيان كيف ما كتشوفوا، ما كنحلوش عليها نهائي الفران فين كتكون كطيب. كنخليوها تبرد عاد كنحيدوها من المول، والتفاصيل كاملين ديال الوصفه اسفل الفيديو. حتى على ثلاثه كتجي خفيفه وكتسهل عليكم الخدمه، وما تنساوش ديما تبرعوا للكريشه، وبالصحه والراحه.